مصادر عسكرية أوكرانية أعلنت أن القوات الروسية سيطرت جزئيا على قاعدتين لإطلاق الصواريخ في شبه جزيرة القرم، وحاصرت مبنى يأوي صواريخ غير مجهزة بشحنات في إحدى هاتين القاعدتين. وتقع القاعدة الأولى في فيولاند بالقرب من ميناء سيباستوبول الذي يضم الأسطول الروسية في البحر الأسود، فيما تقع القاعدة الثانية في أفباتوريا غرب منطقة القرم. متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أشار إلى أن عناصر من القوات الروسية ومتظاهرين موالين لروسيا تمكنوا من الدخول للقاعدة الواقعة في فيولاند، مضيفا أن مركز قيادة ومركز مراقبة القاعدة العسكرية في أفباتوريا لا يزالان تحت سيطرة القوات الأوكرانية.